تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى الحرس الملكي، فلدى وصول موكب جلالته ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وعدد من كبار الضباط. وقد قدم سمو قائد الحرس الملكي خلال الزيارة إيجاز عمليات لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حول مشاركة رجال الحرس الملكي وأشقائهم من قوة دفاع البحرين البواسل في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أجرى جلالته اتصالا مباشرا مع عدد من رجال الحرس الملكي في مواقع عملهم في عملية إعادة الأمل، ووجه جلالته لهم ولجميع الرجال البواسل العاملين معهم تحياته وتقديره، معربا عن اعتزازه بهم جميعا لما يقومون به من جهود نبيلة في ميدان الشرف والكرامة بكل شجاعة وإقدام، متمنيا لهم دوام التوفيق والنصر والسداد. بعد ذلك شاهد جلالته وأيده الله متحف قوة الحرس الملكي الخاصة وأعرب عن إعجابه بما شاهده. كيف حالكم؟ الله يطول عمرك. طول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. جنودنا البواسل المتواجدين في ميادين القتال على كافة الجبهات والمواقع، أحييكم بتحية الفخر والاعتزاز مني ومن أهلكم في البحرين على ما تقومون به من تضحيات مع أخوانكم وأشقائكم. من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية، فقد صنعتم مجدا حافلا بالبطولات في معركتنا، معركة الدفاع عن ديننا الحنيف وعن أرضنا وكرامتنا العربية، وكنتم نصرا لإخوتنا في اليمن الشقيق وحكومته الشرعية المنتخبة ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الأمل. فسيروا على بركة الله وتوفيقه لتحقيق المزيد من الانتصارات، وما النصر إلا حليفنا بإذن الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سجل رعاه الله كلمة في سجل كبار الزوار قال فيها: يسرنا أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لقيادة الحرس الملكي ولجميع منتسبي الحرس الملكي لما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكل كفاءة واقتدار وتضحية وفداء، وحملهم الأمانة الملقاة على عاتقهم بكل ولاء وإخلاص، مثمنين عاليا تميز ورقي متحف قوة الحرس الملكي الخاصة وما يضمهم من مقتنيات ثمينة تظل شاهدة على أدوار وتضحيات هؤلاء الأبطال من أجل الوطن. وأننا إذ نؤكد بالغ فخرنا واعتزازنا بما يتسم به هؤلاء الرجال الشجعان من روح معنوية وجاهزية قتالية عالية، لندعو المولى العلي القدير لهم بدوام التوفيق والنجاح، مثمنا ما يقوم به سمو قائد الحرس الملكي وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة من جهود كبيرة ومتابعة مستمرة، وأنها موضع تقدير جلالته، مشيدا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي لأداء المهام الموكلة لهم متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم من قوة دفاع البحرين في عملية إعادة الأمل، وما تحقق من نجاحات وانتصارات مهمة، وما يبدونه من شجاعة وكفاءة رفيعة، وما يتسمون به من إقدام وروح وطنية صادقة وعزيمة صلبة وحرص لتحقيق أهدافهم النبيلة السامية دعما للحق والتصدي للإرهاب وتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، مضيفا جلالته رعاه الله بأنه موضع فخرنا واعتزاز جميع أهل البحرين ونبراسا لأجيالنا القادمة لأسمى معاني الوطنية الحقة. حضر الزيارة سعادة رئيس هيئة الأركان.